حوار الطفل الصغير ده او السيدة الكبيرة ديت اللي هي قاعدة ما عندهاش اي شكل من اشكال الامان ولا الشعور بالرضا او الراحة، واحنا قاعدين نتفرج عليها ونقول هنعمل ايه؟ مفيش حاجة اسمها احنا هنعمل ايه. احنا ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى هننهي هذه المشكلة خلال السنتين القادمتين، ويبقى مفيش ابدا الشكل اللي احنا شفناه ده مش موجود في مصر مرة تانية.